الأعمال محلل الأسواق المالية في إيكوتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية، لاحظنا الارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، هل نتوقع المزيد من الارتفاعات حتى مع الوصول إلى مفاوضات في وتخفف من حدة التوترات الجيوسياسية؟ نهاركم سعيد. بالفعل ارتفع الدولار الأمريكي بشكل ملموس خلال الفترة الماضية، وتحقق الدولار هذه المكاسب وسط ارتفاع في عوائد السندات، حيث أن عوائد السندات تصب في صالح السندات الأمريكية. ولو أخذنا على سبيل المثال سندات أمد استحقاق العشر سنوات، سنلاحظ بأن تدفقات السيولة تتوجه من دول مثل اليابان، بريطانيا وكذلك أوروبا نحو الولايات المتحدة، وهذا في ظل فروقات كبيرة جدا في عوائد السندات وسط توقعات استمرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة بشكل متسارع للحد من مخاطر ارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستويات هي الأعلى منذ 40 عاما. لكن هذا اليوم نلاحظ محاولات للارتفاع في اليورو ليرتفع من مستويات الدولار وعشر سنتات إلى دولار وأحد عشر سنتا، وكذلك الجنيه الاسترليني ارتفع ليتم تداوله عند دولار وواحد وثلاثين سنت أمريكي. هذا الارتفاع في اليورو والجنيه الاسترليني وكذلك أيضا بعض الارتفاع في الين الياباني جاء بفعل بعض الثقة التي سادت الأسواق المالية والآمال في أن يتم التوصل لحلول دبلوماسية ما بين روسيا وأوكرانيا، خصوصا مع المحادثات الجارية حاليا والتي وصفها البعض بأنها قد تكون محادثات بناءة. ونحن نعلم بأن الدولار الأمريكي تم استخدامه سابقا ويتم أيضا استخدامه كملاذ آمن عندما تسود حالة من التشاؤم في الأسواق المالية، لكن الآمال المتواجدة في الأسواق هذا اليوم تسببت في بعض الانخفاض في الدولار الأمريكي، لكن بشكل عام ما زال الدولار حتى هذه اللحظة قوي مقابل سلة من العملات الرئيسية رغم بعض الانخفاض الذي يشهده. نعم، يعني سركيس نتحدث عن أعلى مستويات مسجلة تقريبا منذ العام 2015 مقابل الين، ولاحظنا بعض نوعا ما حاول الين البقاء ضمن ذات المستويات الجيدة، هل نتوقع أيضا ارتفاعات متتالية تؤثر على أداء الين الياباني تحديدا؟ الآن لو أخذنا بنظرة عامة لتحركات الين الياباني مقابل الدولار، فإن الين الياباني من المرجح فعلا أن يستمر بانخفاضه، حيث لامس هذا الأسبوع مستوى 125 ين للدولار الأمريكي الواحد، وهي أقل مستويات تم تداول الين الياباني بها منذ شهر كانون الأول عام 2015. لكن في نفس الوقت بدأ المتداولون يقلقون من تدخل بنك اليابان لإيقاف انخفاض الين الياباني، فالانخفاض المتسارع في الين الياباني قد يجبر بنك اليابان على إجراء بعض التدخلات لإيقاف هذا الانخفاض، وهذا هو السبب الرئيسي وراء القليل من الارتفاع الذي شهده الين الياباني خلال تداولات هذا اليوم. لكن بشكل عام لو نظرنا إلى توقعات الفدرالي الأمريكي بالاستمرار برفع الفائدة، بينما بنك اليابان المركزي من المرجح جداً أن يثبت سياساته التحفيزية وأسعار فائدة سالبة، وبالتالي من المرجح أن يبقى الين ضعيف أمام الدولار، وخصوصا ونحن نلاحظ أن فروقات عوائد السندات ما بين الولايات المتحدة واليابان كسندات أمد استحقاق 10 سنوات على سبيل المثال ارتفعت لأكثر من 220 نقطة أساس لصالح السندات الأمريكية، وبالتالي قد يكون نعم. ذلك مرجحا لبقاء الين الياباني ضمن الضغط الهابط. نعم خالد، يعني ايضا سركيس نلاحظ بان هنالك تحرك واضح للروبل، يعني حاول التخليص من خسائره مقابل الدولار والثبات، يعني هل من اجراءات تمت لدعم الروبل الروسي في ظل هذه التوترات الجيوسياسيه التي تؤثر على ادائه؟ بدايه يجب ان اشير بان الروبل الروسي ما زال منخفض جدا مقارنه في مستوياته نهايه العام الماضي، لكن الروبل الروسي ارتفع بشكل ملموس منذ أن بدأت إجراءات لإيقاف هذا الانخفاض، فبداية مع رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 20%، وثم جاءت أيضا مطالبات روسيا باستخدام الروبل للمعاملات التجارية، حيث أننا ننتظر الآن في أي لحظة إعلان رسمي من روسيا بأنها ستوقف استخدام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى في معاملات التجارية فيما دعتهم بالدول غير الصديقة، وهذا تسبب في طلب على الروبل الروسي وإيقاف الانخفاض
الذي حصل بالروبل، لكن بشكل عام مرة أخرى لا يجب أن ننسى بأن تداولات الروبل الروسي ما تزال ضمن مستويات منخفضة جدا مقارنة في نهاية العام الماضي، وهذا بالتأكيد بفعل التوترات الجيوسياسية شرق أوروبا. نعم، محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.